شينا وصلنا أصوات تحول لفلوسنا فمش مهم بتقولي علينا صدقني مش مهم هنا خالص سالك معاك دايما طول ما انت خالص أنا مش زيهم تختلف الخصائص أنا مش زيهم أنا مش عيل ناقص أنا مش عيل ناقص مش عارف أعمل إيه عليهم دايما ضاغط كل واحد فيهم فجأة بقى ناقد وأنا مش فاضي أرد عليهم لأني مش فاضي محدش فاهم اللي بيكرهنا مش مهم خالص مين جه قبلنا صاحبي طول عمرنا جامدين على وضعنا فما تفتكرش ان انت حاجه في شيخ هنا جنبنا صاحبي اللي بتقول مين الواد الجامد ده هو بيقول اللي جاب النهارده قالب وشك كده ليه بتعمل في نفسك كده ما تشغلنيش اصلا خالص انت اللي محروم بس الجديد في كده